يقول انتشر بين الناس الازار والرداء الذي فيه دبابيس او مطاط، ما حكم استعماله؟ لا يجوز هذا، هذا يشبه الثوب، هذا يشبه الثوب. الرداء يلف على الازار، يلف على اسفل البدن ويثبت، يثبت بعضه ببعض او بحزام يجعل فوقه. واما انه يدبس او انه يحط بمغاط مثل ما يحط السراويل، هذا لا يجوز، هذا يشبه المخيط. نعم.